السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أحمد الهبش، أستاذ مساعد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، واستشاري جراحة الماء الأبيض والأزرق في مستشفى مانع الخبر. سنتحدث اليوم عن صحة العين مع فيروس كورونا في الأحداث الحالية. طبعاً فيروس كورونا ممكن ينتقل عن طريق ملتحمة العين ويصيب العين، إما بسبب الملامسة، الأسطح، والفيروس ممكن يكون موجود في هذه الأسطح، أو يكون عن طريق العطاس أو السعال من طريق مريض آخر ويصيب ملتحمة العين. طبعاً أفضل طريقة للوقاية هي عدم ملامسة العين بأي حال من الأحوال، غسل اليدين عندما مخالطة أي سطح أو مع أي شخص آخر، يجب غسل اليدين بشكل مستمر، ودائماً نحاول أن نتجنب ملامسة العين بأي حال من الأحوال. بالنسبة للعدسات اللاصقة، للناس الذين يعانون من قصر أو طول نظر نفضل استخدام النظارات، وإذا كان الشخص ملح باستخدام العدسات نفضل استخدام العدسات اليومية ونزعها في نهاية اليوم. أما بالنسبة للعدسات للزينة نفضل تجنبها في هذه الأوقات الحالية. طبعاً مرضى العيون أو الشخص المحتمل إصابته بأعراض التهاب الملتحمة ممكن أن يواجه إفرازات، إحمرار في العين، وممكن أن تكون هذه هي أول بادرة أو أول عرض يكون بالنسبة لهذا الفيروس اللي هو التهاب العين، وبعدين تبدأ أعراض الكحة والسعال والحرارة. حافظوا على سلامتكم، بتبعكم الإرشادات اللازمة.